فيلم احمد حلمي واحد تاني نزل في السينمات، المفروض ان هو قاعد هنا في امريكا لغايه يوم 22 مايو، وناس كتير عايزه تروح، ناس كتير عايزه تاخد ولادها وتروح، وعماله تسال نستاهل الفيلم ان هو ناخد ولادنا؟ هل الفيلم سيف؟ ما فيهوش ايحاءات ولا مناظر وحشه؟ هل يستاهل التذكره؟ لان التذكره سيجنيفيكنتلي اغلى من التذاكر التانيه. فانا شفت الفيلم امبارح، قلت بقى ايه اقول لكم رايي فيه علشان تبقوا عارفين. حلوه الفيلم طبعا، احمد حلمي دمه خفيف، الافلام بتاعته كوميديه لطيفه، احنا بنحب نروح الافلام دي وناخد ولادنا عشان يعني بيبقى سيلبريشن للكوميونتي، تروح تلاقي ناس عرب كتير هناك، ممكن تلاقي ناس ما شفتهمش بقالك سنين تتجمعوا في الموفي. الجو حلو، بدل ما دايما ناخد الولاد نفرجهم على افلام امريكا امريكاني، لا، او يتفرجوا على فيلم عربي ويتكلموا عربي ويرتبطوا ببلادنا ويحبوها. احنا بنحب ناخدهم الافلام الكوميدي الجميله دي بدل ما ناخدهم في فيلم كئيب حزين يعني، او فيلم مثلا بيوري الصوره السيئه، الشوارع اللي مش نظيفه، مش عارفه ايه في بلادنا. فالولاد احنا عايزين ولادنا نحببهم في الشرق الاوسط وفي بلادنا يعني هناك. فدايما فيلم زي بتاع احمد حلمي ده فيه الف سبب وسبب ان احنا ناخد الولاد ونوديهم. فانا الحقيقه عملت، انا حجزت ليا ولاسرتي عشان نروح، وبعدين بدانا نسمع ان الفيلم ايه فيه ايحاءات، فيه كلام بتاع. فانا ترددت الاول، وبعدين قلت جايز يعني ولادنا برضو انهم اتربوا هنا، فاللغه العربيه بتاعتهم يعني مش ممكن ما يفهموش حاجات كتير فتعدي. ولكن بقى لما قعدت اسمع اكتر واكتر قلت ايه، لا، خفت. فقلت خلاص نلغي التذاكر، الغينا التذاكر بتاعت الاسره، ورحت انا ومجموعه من بنات صحابي قلنا نشوف الفيلم اهو، يعني ايه نقضي وقت ونشوف. الحقيقه الفيلم لطيف جدا، فيلم كوميدي حلو يعني، قصته راح احكي لكم على قصته بسيطه كده، ولكن لطيف يعني من اول الفيلم لاخر احنا بنضحك ومستمتعين وخرجنا منه مبسوطين. ولكن هل كان ينفع ناخد الولاد؟ انا اقول لا، ده يعني رايي انا، ما كانش هينفع الفيلم. لا، في حاجات، هو الحقيقه ما فيهوش مناظر وحشه يعني، لا فيه لا قبلات ولا احضان ولا مناظر ساخنه ولا حاجه تقول لا 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 انا مش قادره افتح عيني ولا تخبي عين ابنك، مفيش الكلام. ولكن الفيلم كله عباره عن ايحاءات وكلام، وانت والنكت كلها جايه من انت بتفهم الحاجات دي يعني، اللي هي ايه اللي هو بيسموها في المصريين القلش يعني. فهو الفيلم كله كده. فيعني ما اعرفش، ممكن حد يكون انت، انا يعني رايي ان انت تروح تشوف الفيلم الاول قبل ما تاخد ولادك فيه، لان اعتقد ان الولاد هيفهم يعني، يعني حتى في حاجات تتفهم كده يعني، مش لازم يعني تبقى عارف اللغه، بس هتتفهم يعني. الفيلم بقى قصته بسيطة، أنا مش هحرقها لكم لما أقولها، لأن الفيلم مش مبني على القصة قد ما هو مبني على الحاجات التانية يعني، المواقف اللي بتحصل. فأنا مش هعرف أحكي لك الموقف، لازم تتفرج عليه. فالفيلم قصته ببساطة إن أحمد حلمي ده واحد راجل عادي جدا، خرج من الجامعة واشتغل شغلانة وبعدين عادي يعني، ما نجحش قوي في حياته قوي يعني، حياته بسيطة ما فيش فيها حاجة يعني كده، لغاية ما قابل مرة واحد من أصدقاء المدرسة، وساعتها هو قال له إن هو ممكن يعمل عملية في لبوسه كده، لو حطها جوه جسمه هيتغير، هيبقى عنده نشاط وحيويه، وافكاره بقى تبقى يعني مخه يشتغل كده جامد، ويبقى عنده طاقه ان هو يفضل قاعد بالثلاث اربع ايام ما ينامش، فيحقق بقى الاحلام بتاعته وينجح ويبقى مليونير ويعمل اللي في نفسه فيه كله. فقال خلاص اجرب. ففعلا جرب عمل العمليه دي، ولكن ايه، العمليه ما نجحتش، نجحت 50%، بمعنى ان هو في يوم هيفضل هو الشخصيه القديمه اللي هي الخامله دي، ويوم تاني هيبقى الشخصيه بقى الايه الفذه الذكيه وبتاع. فالفيلم كله بقى عباره عن المواقف دي. طبعا الفيلم اللي انا حكيته لكم ده حصل في اول كام مشهد من الفيلم، خلاص انت كده فهمت القصه. الفيلم بقى كله عباره عن بقى المواقف، ان هم ازاي بقى ايه يوم كده ويوم كده، والمواقف اللي بتحصل هنا، وهو بقى ايه شخصيتين، والناس بتتعامل معاه لان هو شخص واحد وهم شخصيتين في بعض، والصراعات الاول الشخصيتين دول بيحاولوا ايه يتفاهموا مع بعض، وبين بداوا يصطدموا ببعض بقى وكده. فطبعا يعني في جزء فلسفي برضه، طبعا اني يعني لايف كوتش فافلسف لكم الموضوع. فالفلسفه بقى ان انت بتحس فعلا ان الصراع الداخلي ده هو جوانا كلنا فينا، الشخص اللي نفسه يعمل حاجات وينجح وعنده جراءه، والشخص اللي خايف دايما ويعني يمشي جنب الحيط. فكلنا عندنا الصراعات الداخليه دي، فيو كان ريليت يعني، فاهم المتفرج هو كان ريليت، غير ان هو كوميدي. الحقيقه الفيلم التصوير بتاعه تحفه، الاخراج هايل طبعا، بما اني بشتغل في الكلام ده، فالاديتنج جميل، التصوير، زوايا التصوير هايله، الكاستنج كل ممثل قايم بالدور بتاعه في مكانه حلو قوي، معمول كويس. الفيلم الحقيقه ممتاز، وزي ما يعني لازم تشوفه.
الرؤية فيه حلوة، التصوير فيه مبهج وجميل، الارت اللي فيه بتاع التصوير حقيقي حقيقي حلو، فيستاهل ان هو يتشاف. ده رأيي، يستاهل ان هو ان انت تشوفه، ويستاهل ان انت تدفع تذكرة اغلى شوية من العادي، تذكرة سيجنيفيكنتلي اغلى، ولكن انت زي ما قلت بتشتري الاكسبيرينس مش بتشتري بس الايه الفيلم. فالنقطة بقى ايه اللي انا عايزة اقولها لكم، ان احنا لما جينا نحجز الفيلم كنا عايزين نحجز في سينما قريبه مننا، جينا دخلنا بقى في السينما القريبه مننا، لقينا ان مفيش اماكن، يعني هو بيقول لك تحجز السيت، لقينا مفيش اماكن، فاضطرينا نروح سينما تانية بعيده يعني علشان نلاقي كراسي جنب بعض، احنا صحاب عايزين نقعد كلنا جنب بعض مش نقعد متنطورين. فالسينما بقى التانية رحنا دي يا دوبك لقينا كراسي على قدنا بالظبط في صف كده في النص، فقلنا خلاص ناخدهم ونروح بعيد علشان نقعد جنب بعض. رحنا هناك لقينا السينما فاضيه، يعني لغايه الفيلم ما خلص وتقريبا حاجه بتاع 60% من الكراسي فاضيه. فانا مش فاهمه، مع ان احنا رحنا ويك اند، الويك اند دايما يعني الناس تقدر تروح السينما اكتر من ويك دايز، زائد ان هو كان في ميعاد حلو، يعني الميعاد اللي هو الناس تقدر تخرج فيه مش بالليل قوي ولا بدري قوي. ما مش هل معقوله 60% من الناس اشترت التذاكر وقررتنا ما تروحش في اخر وقت، ولا ايه، ولا هم مثلا بيحطوا على الويب سايت ان الكراسي كلها متاخده يعني مش عارف. بس الفيلم ما كانش فيه، كان فيه اماكن وفي اماكن كتيره، يعني ما فيش الا كام صف اللي احنا كنا قاعدين فيهم، كلنا قاعدين في الكام صف دول والسينما مهويه الحقيقه. انا مش عارفه ايه وجهه النظر انهم يعملوا كده، هل مع انهم ممكن يبيعوا اكتر لما يقولوا ان فيه كراسي افيلبل، او مش عارف، مش عارف، جايز طريقه في التسويق مثلا، ما فيش كراسي فتجري تلحق تحجز، مش عارف. anyways ده اللي حصل. فالفيلم جميل يستاهل ان انت تتفرج عليه، هتتبسط، هتاخد يعني دم خفيف. الناس اللي كانت، انا تعليقي يعني على الناس كانت بتقول انهم عايزين يبوظوا الاخلاق، ومنى زكي لما طلعت في الفيلم مش عارفه ايه، جوزها هو كمان عايز يبوظ الاخلاق مع كمان، والنبي 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 بلاش تاخدوا المواضيع، يعني ايه يعني اخلاق ايه اللي هتبوظيها يا فندم؟ انت انسان أدلت، انت كبير، انت تقدر تختار، انت عندك القدره. وان انا حتى لو شفت حاجه انا، ما انا ليا فاليوز بتاعتي، هو انا اي حد يقول لي حاجه هبوظ لي ديني ولا يبوظ لي اخلاقي؟ يعني مش كده، مش كده لازم نتعامل، احنا برضو كبار، عيب يعني ما حد يقول لك الفيلم ما عايز يبوظ للناس اخلاقها. ايه ايه يا جماعه، لسه احنا كنا في رمضان والناس عماله بتصلي وبتصوم، وكان لسه اخواننا المسيحيين كانوا صايمين وبرضو الاعياد بتاعتهم، يعني احنا طالعين من فتره دينيه قويه كلنا. فما تقعدش يعني انت مش عايز تشوف الفيلم خلاص ضد مبادئك ماشي، بس الفيلم عايز يبوظ اخلاقيات البشر، مش يعني مش عارف، مش عارف. انا حاسه ان انت الكلام ده بيدل على ان احنا اي كلمه تجاوز كلمه جبنه، وانا شايفه ان احنا لا، احنا ناس عندنا قدره ان احنا نختار، وناس عاقله وراسيه، فمش ما ينفعش حد يقول لنا كده، ده وجهه نظري. المهم ان شاء الله الفيلم يعجبكم، لو كنتوا شفتوا الفيلم بليز بليز حطوا له تعليقاتكم تحت، عايزه اشوفها. ولو كنتوا لسه ما رحتوهوش قولوا لي ناويين تروحوا ولا هتعملوا ايه، حابه اسمع تعليقاتكم، واشوفكم بقى في الفيلم اللي جاي، لو في فيلم جاي ايه هشوفه واقول لكم.